احنا هواية سامعين عن مشاريع وانجازات، بس انت قل لي شنو الخطوة الحقيقية اللي تخلينا انا والمواطن نصدق انه هذا الطريق راح يصير؟ ما قبل حكينا على المعلق، ما قبل حكينا على التاكسي النهري، ما اعرف شنو هواية اشياء. هذا انتم الان غير الدراسات والتصاميم رصدتوا له اموال، شنو الأولوية اعتبرتوها الى حتى نقدر نقول هذا راح يكون واقع حال؟ يعني الموازنة الحالية للسنة 2021 ما تضمنت. ما تضمنت. طيب. ليه احنا هذا نفكر به يمنحك فرصة استثمارية. اها. فرصة استثمارية نعم. زين. انه عساس فرصة استثمارية. عندنا ايضا مشاريع أخرى السادة عياد، وليس فريق مشروع الطريق الحلقي. طيب. عندنا مشاريع الإسكان. عندنا الآن احنا بدنا نشتغل على مسارين ومشروعين جدا مهمات. مشروع إعمار مدينة الصدر. الصدر. اللي هو مشروع هذا لا تدخل بتفاصيله لان عندي نعم فارز نعم لحديث نعم خاص به. المشروع الثاني شنو؟ رئيس الوزراء قبل اسبوعين في اجتماع مجلس الوزراء اعلن عن سياسه او مشروع لتوزيع اراضي سكنيه للمواطنين. اها جيد، اي خلينا عد هاي. تعرف السادة اياد الان واحده من المشاكل الكبيره اللي يعانيها العراق كبلد هي قضيه الشحه في توفير السكن للناس، لهذا عندنا كميه عشوائيات كثيره، هناك اكتظاظ سكاني يعني بكثافة سكانية غير طبيعية. زين. فبدينا في أكثر منطقة نشوف أنه فيها حقيقة اكتظاظ سكاني كبير اللي هي مدينة الصدر، وأنا دائما أكرر على مدينة الصدر أنه هاي المنطقة اللي بيها في الظاهرة غريبة وعجيبة. تصور السادة عياد 2% من مساحة بغداد يسكنها 24% من سكان بغداد. هذا شنو ينعكس؟ مشاكل خدمية، اجتماعية، ديموغرافية، وأيضا سياسية، وأيضا أمنية كذا. نعم. اقتصادية. فإحنا عندنا الآن مشروع بدينا به بالخطوط التنموية الأولى اللي راح نوفر سكن ل 600,000 شخص. راح نبني. هسه احنا بدنا نتكلم على ال 92 وحده سكن. نعم نعم. 92,000 لو بدنا نتكلم على موضوع توزيع الأراضي. لا 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 لا، نبني عملية الصدر راح نوفر سكن ل 600,000 شخص، ومن خلال 90,000 وحدة سكنية. طيب. مدينة متكاملة بكل الخدمات وبكل الأمور، وهذا أكيد ستنفذ. قد تسألني عن من يجيب أموال؟ تعرف هذا المشروع يكلف حوالي زين من 8 إلى 9 مليارات دولار، سينفذ من خلال الاتفاقية الصينية العراقية. جيد. نعم. عندنا ايضا مشروع اخر. لا 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 لا، ما تغادر بعد، انا اريد تخليه بعدين هذا الموضوع مال الصدر، لكن انت فتحته. نعم. 92,000 وحده سكنيه. نعم. على سبيل المثال اتصور قول 90,000 يعني حوالي 91,000. نعم. جيد. حتى يحسبون الناس بدت شوي خطيه يعني يراقبون، يعني يراقبون الارقام. نعم. ويدققون. نعم. نعم.